السلام عليكم، مش اخباركم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وفي احسن الاحوال يا ربي. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم كريمة كاتيا للمواضيع المختلفة. محمد تركي يوجه رسالة للمنتقدين ديال دنيا باطمة، واللي من بينهم اللي كينتقدوه حتى هو مول الكاسكيطة والعديد من الأسماء. فنخليكم تسمعوا شنو قال بخصوص هذا الموضوع. اللي مازال ما اشتركش يشترك، هدير وقيته، يفعل زر الجرس باش يبقى يوصلوا أي جديد، خلي واحد تعليق زوين، لايك إذا كان ممكن. فبالتفاعل ديالكم كيتقترح الفيديو ديالي على ناس وحدين اخرين، وبهكذا كنكبروا العائله ديالنا ديال قناه كريمه كاتيا للمواضيع المختلفه. نخليكم مع الفيديو. انا رسالتي اللي انا بتكلم فيها شغله بسيطه، اللي هي رساله طبعا دي لحشرات، انا اللي اسميهم حشرات السوشيال ميديا، الناس التافهه طبعا، اللي مطلقين، اللي مشتته، اللي عليها قرض في البنك، اللي تفتح اليوتيوبات وتقعد تسولف عن عباد الله وتتكلم، لا ويتحجون طبعا معاك انت باسلوب انه كنا قاعد معاك سهر معاك امس راقد معاك يمك في السرير. طيب هذول الناس انا مو فاهم شنو تبون توصلون له، يعني الجحش ذي مال برلين ولا ذاك مال الكاسكيطه؟ اوكي ترى انت شنو في النهايه؟ عباره عن زباله، يعني شيء يسوي لكم كذي هاي حياتكم. انا اللي حبيت مثل ما قلت لكم اتكلم عن هذول مال السوشيال ميديا، الحشرات ذول اللي موجودين اللي قاعدين يطلعون لي طبعا اساميهم تخيلوا، مول القسقيطة، جحش في برلين، سيمسون اللي قاعد عايش في أمريكا، التوفين اللي يرقصون ويشطحون ويسوون سوالف، الله يلقاها ليكم إن شاء الله. سمعتوها؟ الله إن شاء الله يا رب، ترى رب العالمين يمهل ولا يهمل، الدنيا دوارة، الدور 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 بترجع عليك. اليوم ضحكت على غيرك، باكر بيضحكون عليك مليون. حياتي الدنيا ماشية كيفك. خلصنا هذه النقطتين اللي أنا حابة أتكلم فيها، كنت في بثي اليوم عن الموضوع ده اللي صار. أنا مو قاضي، أنا مو إنسان ليش شغل في المواضيع دي، فهذا الموضوع انتهى. فرجاء كل الناس اللي موجودة عندي في السوشيال ميديا، كل حبايبي واخواني، كل الناس اللي تكرهني وتحبني، لا تدخلوني في ذي المواضيع، لان انا انسان شفتوني في الفترة الاخيرة بعت عن فاخوتي اخواتي. بهكذا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو. اذا وصلتي حتى لهنايا خلي لي تعليق وجيم طبيعة الحال. السلام عليكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. تحياتي للجميع.